نشوف بعد كده الحالة اللي جايه. هنا بنتكلم على مخالفة في الدقيقة 21 من الشوط الأول، كابتن أسامة، كابتن شريف، كابتن أسامة عرابي. طيب هو اللاعب ارتكب المخالفة هنا ما خدش الإنذار على فكرة. خد الإنذار أحمد مودي. بالظبط. ليه للاعتراض؟ هو مين ادى الإنذار يا كابتن علاء؟ محمد معروف. أنت اللي اديته الإنذار. أوكي. هنا مودي خد الإنذار. نشوف مودي هنا ارتكب إيه. طيب. هل هذا المسك لا يستحق البطاقة؟ يستحق. سؤال بس. يعني ده مش مسك. ده مسك ومسك 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 واضح جدا 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 مش أيوه أي مسك. أيوه. نشوف هنا تاني. المسك هنا ثم أيوه شد ثم. صح. يعني ده الحلو انه شوح كمان. ده كان وحش كابتن ناصر. وشوح كمان. هل دلوقتي صح ان الحكم يبص لنتيجة المباراة علشان ادي البطاقة الصفراء دي ولا لا؟ هل الحكم دلوقتي يحط في حساباته النتيجة كام فممكن اطلع الاحمر دلوقتي ولا ما اطلعوش، ولا المفروض هو ما يبصش للكلام ده كله، ما يبصش للنتيجة اصلا؟ سؤال متميز يا كابتن اسامة وبحييك عليه. الحالة دي كابتن علاء كابتن شريف في الدقيقة 31 من الشوط الأول. النادي الأهلي كسبان 3. أنا لا أنظر للنتيجة. صح. أنا كحكم لا أنظر، يعني هو النهارده لو ادى بطاقة صفراء في حمراء أنا سقف له. صراحة معروف ده حكم دولي. وزي ما قلت مش عاوز أقول الحسابات، ولكن لا أنظر للنتيجة كابتن علاء كابتن أسامة. ليه؟ أنا ما أضمنش المباراة بعد كده تمشي إزاي. بالظبط. هذه الحالة تستحق البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم البطاقة الحمراء في الدقيقة 31 من الشوط الأول. يبقى أنا عندي هنا لاعب أحمد مودي كان يجب طرده في الدقيقة 31 من الشوط الأول. يلا.